حصة مخصصة لتصحيح امتحان وطني لسنة 2017 الدورة العادية علوم رياضية ألف. غادي نعطيكم سأعطيكم أولا تقديم للتمرين ثم سننجز التمارين فيما بعد. الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2017 علوم حياة الأرض شبكة العلوم الرياضية. الموضوع إذن المكون الأول حول استعداد المعارف خمسة ديال النقط. يبدأ أولا بعرف المصطلحين الآتيين المنوال M والمعدل الحسابي X بار. انقل على ورقة تحريرك الحرف المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية ثم اكتب أمامه صحيح أو خطأ. عندنا أربعة ديال الاقتراحات. ألف سلالة النقية هي مجموعة أفراد متشابهة الاقتران بالنسبة للمورثات المدروسة. ب الجماعة غير المتجانسة هي جماعة تعطي بعد الانتقاء أكثر من سلالة نقية. جيم يعتبر القياس الإحيائي أداة لدراسة تغير الصفات الوراثية الكمية. دال يدل منحنى التردد عديد المنوال على أن الساكنة غير متجانسة بالنسبة للصفة الوراثية المدروسة. السؤال الثالث يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. يطلب منك أن تنقل الرقم الصحيح الحرف الصحيح بالنسبة لكل رقم. إذن عفوا ثابتات الموضع هي المنوال والمعدل الحسابي والمغايرة. ب المنوال والمغايرة. ج المعدل الحسابي والمنوال. د المعدل الحسابي والمغايرة. إذن الانحراف النمطي المعياري يعطي فكرة عن قيمة المتغير أكثر ترددا. يستعمل مع المنوال لحساب مجال الثقة. يعتبر من ثابتات التبدد أو التشتت ويعتبر من ثابتات الموضع. ثالثا الانتقاء الاصطناعي يكون فعالا حينما يهم الجماعات المتجانسة. يشكل نتيجة لتأثير الوسط على صفة وراثية معينة. يهدف إلى الحصول على سلالة ذات صفات مرغوب فيها. يكون فعالا حينما يهم الجماعات ذات التغير الوراثي الضعيف. رابعا التغير المتواصل هو الذي تأخذ فيه المتغيرات كل قيم مجال التغيير. ب تأخذ فيه المتغيرات قيما بأعداد صحيحة طبيعية. ج يمكن من تحديد كيفية انتقاء الصفات الوراثية. د يمكن من قياس تغير الصفات الوراثية الكيفية. هناك المكون الثاني وهو مكون الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني حول 15 نقطة. التمرين الأول يهم دورة النمو والانقسام الاختزالي والشكل وتغير كمية الأدئين داخل الخلايا. قصد إبراز دور تعاقب كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب في ثبات الصيغة الصبغية وفي التنوع الوراثي عبر الأجيال نقترح ما يلي. أولا سمندل الماء حيوان برمائي يتوارد في المياه العذبة خلال فصل الشتاء. مكن تتبع المتواصل لهذا الحيوان من تعرف بعض مراحل دورة نموه المتمثلة بأشكال وثيقة واحد. خلال فترة التوارد يتموضع الذكر غون أ أمام الأنثى غون بي ويضع على أوراق النباتات المائية كيسا مملوءة بالحيوانات المنوية سي. تقوم الأنثى بامتصاص الكيس بواسطة فتحة عضوية التناسلي ليتم تخصيب بويضتها بالحيوانات المنوية الموجودة بالكيس. ولذلك فالإخصاب داخلي عند سمند الماء ويتم بدون تسافد بين الجنسين. تضع الأنثى من 200 إلى 300 بيضة فوق أوراق النباتات أو فوق الأحجار. بعد مرور 15 إلى 20 يوما تعطي البيضات يرقات F لا يتعدى قد كل واحدة 1 سنتيمتر. تنمو كل يرقة تعطي سمند الماء بالغ
غون أ أو غون بي بعد مرور 3 سنوات. إذن عندنا هنا الشكل واحد الذكر، هنا الشكل 2 الأنثى، الشكل دي البويضة، الشكل سي الحيوانات المنوية، الإخصاب، ثم ظهور اليرقة بعد تطور البيضة. السؤال الأول باختصارك على فقط على الحروف اللاتينية المبينة بوثيقة واحد، أنجز اسما تخطيطيا يمثل دورة النمو عند هذا الحيوان. تتميز دورة النمو عند سمندل الماء بتعاقب ظاهرتي الانقسام الاختزالي والإخصاب. تمثل وثيقة 2 تطور كمية أدائين ومظهر الصبغيات بنواة الخلية منذ بداية تشكل البويضات انطلاقا من الخلية الأم إلى أول انقسام خلوي للبيضة. خلال فترة التوالد يتموضع الذكر أ أمام الأنثى ب ويضع على أوراق النباتات المائية كيسا مملوءا بالحيوانات المنوية. تقوم الأنثى بامتصاص الكيس بواسطة فتحة عضوها التناسلي ليتم تخصيب بويضتها بالحيوانات المنوية الموجودة بالكيس، ولذلك فالإخصاب الداخلي عند سمندل الماء ويتم بدون تسافد بين الجنسين. تضع الأنثى من 200 إلى 300 بيضة فوق أوراق النباتات أو فوق الأحجار بعد مرور 15 إلى 20 يوم. تعطي البيضات يرقة إف لا يتعدى قد كل واحدة منها 1 سنتيمتر. تنمو كل يرقة لتعطي سمندل الماء بالغ أ أو ب بعد مرور 3 سنوات. الجزء الثاني من هذا التمرين يتعلق بانتقال الصفات الوراثية عبر التوارد الجنسي. بطبيعة الحال سوف نتكلم عن قوانين مندل. إذن من أجل دراسة كيفية انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون عند ذبابة الخل نقترح التزاوجات الآتية: التزاوج الأول بين ذكور من سلالة نقية ذات عيون حمراء وإناث من سلالة نقية ذات عيون بلون توت العليق خمواز. أعطى هذا التزاوج جيلا أولا إف أن يتكون من ذكور ذات عيون بلون توت العليق وإناث بعيون حمراء. التزاوج الثاني بين ذكور من سلالة نقية بجسم أسود وعيون بلون توت العليق وإناث من سلالة نقية بجسم رمادي وعيون حمراء. أعطى جيلا أولا إف أن يتكون من أفراد كلها ذات جسم رمادي وعيون حمراء. التزاوج الثالث بين الذكور وإناث الجيل الأول إف أن المحصل عليها من التزاوج الثاني. أعطى هذا التزاوج جيلا ثانيا إف 2 يتكون من إف ذبابة خل موزعة كالتالي: 564 ذبابة خل بجسم رمادي وعيون حمراء، 189 ذبابة خل بجسم أسود وعيون حمراء، 185 ذبابة خل بجسم رمادي وعيون بلون توت العليق، 62 ذبابة خل بجسم أسود وعيون بلون توت العليق. السؤال الرابع: ماذا تستنتج من نتائج كل من التزاوج الأول والثاني والثالث؟ على إجابتك. السؤال الخامس: أعطي تفسير الصبغي لنتائج كل من التزاوجين الثاني والثالث. استعمل بالنسبة لصفة لون الجسم غران جي و بيتي جي، وبالنسبة لصفة لون العيون غران إر و بيتي إر. الآن نمر إلى تصحيح الجزء الأول من هذا الامتحان. المكون الأول سداد المعارف. هذا المكون يقوم المعارف المرتبطة بالوحدة الخاصة بالتغير وعلم وراثة الساكنات الطبيعية. يعني سوف نتكلم عن المنوال وعن المعدل الحسابي. المنوال وهو قيمة المتغير التي تتناسب مع أكبر تردد، بينما المعدل الحسابي إكس بار هو مجموع قيمة كل قسم مضروب في قيمة تردده ومقسوم على مجموع عدد الأفراد. ثانيا، انقل على ورقة تحريرك
الحرف المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية، ثم اكتب أمامه صحيح أو خطأ. عندنا السلالة النقية هي مجموعة أفراد متشابهة الاقتران بالنسبة للمورثات المدروسة. بطبيعة الحال كتعريف للسلالة النقية هو أن تكون متشابهة الاقتران، وهذا الاقتراح فهو صحيح. الجماعة الغير متجانسة تعطي بعد الانتقاء أكثر من سلالة نقية، فبما أنها غير متجانسة فإنها ستعطي على الأقل سلالتين أخريتين، فهذا الاقتراح فهو أيضا صحيح. القياس الإحيائي أداة لدراسة تغير الصفات الوراثية. لا يمكننا أن ندرس الصفات الوراثية إلا إذا كان عندنا قياس إحيائي، يعني هناك إحصائيات وقياسات يمكن استعمالها واستغلالها، إذن فهو صحيح. منحنى التردد. منحنى التردد منه نستخرج المنوال، فإن كان أحادي المنوال فإن السلالة الساكنة المدروسة متجانسة، إن كان متعدد المنوال فالسلالة الساكنة المدروسة هي غير متجانسة. إذن منحنى التردد عدد المنوال عند الساكنة غير متجانسة بالنسبة للصفات الوراثية صحيح. يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. انقل الأزواج الآتية على ورقة تحريرك، ثم اكتب داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح. أولا ثابتات الموضع. الاقتراح الأول المنوال والمعدل الحسابي والمغايرة. باء المنوال والمغايرة. جيم المعدل الحسابي والمنوال. دال المعدل الحسابي والمغايرة. إذن ثابتات الموضع هي المنوال والمعايرة. ثابتات الموضع هي المعدل الحسابي والمنوال. جيم. الاقتراح الثاني الانحراف النمطي. يعطي فكرة عن قيمة المتغير أكثر ترددا. ب يستعمل مع المنوال لحساب مجال الثقة خطأ. جيم يعتبر من ثابتات التبدد صحيح. الاقتراح الثالث الانتقاء الاصطناعي. يكون فعالا حينما يهم الجماعات المتجانسة عفوا. ب يشكل نتيجة لتأثير وسط على صفة وراثية معينة خطأ. جيم يهدف إلى الحصول على سلالات ذات صفات مرغوب فيها. بالفعل نقوم بالانتقاء الاصطناعي للحصول على السلالات المرغوب فيها. إذن الجواب صحيح هو جيم. رابعا التغير المتواصل هو الذي تأخذ فيه المتغيرات كل قيم مجال التغير. يعني أن التواصل يعني ليس هناك أي تقطع، وبالتالي سوف يكون الاقتراح الأول صحيح. تأخذ فيه المتغيرات جميع مجال قيم مجال التغير. المكون الثاني والاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. سوف ننجز التمرين الأول حول 7.5 ديال النقط، ويهم دورة النمو، يهم الصيغة الصبغية، يهم مراحل الانقسام الاختزالي وتضاعف أدائين. نبدأ بقراءة متأنية قصد إبراز دور التعاقب كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب في ثبات الصيغة الصبغية وفي التنوع الوراثي عبر الأجيال. نقترح ما يلي. المعطى الأول سمندل الماء حيوان برمائي يتوارد في المياه العذبة خلال فصل الشتاء. مكن التتبع المتواصل لهذا الحيوان من تعرف بعض مراحل دورة نموه الممثلة بأشكال الوثيقة 1. أذهب إلى الوثيقة 1. هناك الشكل 1 للذكر، هناك الشكل 2 للأنثى بي، هناك الشكل 3 للبويضة، وهناك الشكل 4 بعد الإخصاب، والشكل 5 للمولود الجديد. السؤال يقول
باقتصارك فقط على الحروف اللاتينية A, B, C, D, E, F المبينة بالوثيقة واحد، أنجز رسما تخطيطيا يمثل دورة النمو عند هذا الحيوان. إنجاز رسومات مبينة بشكل بأشكال وثيقة واحد غير مطلوب، فقط نريد الحروف اللاتينية. يعني عوض أن أرسم السمندل الذكر أو السمندل الأنثى، سأكتب فقط غران أ أو غران بي. إذن هنا عندي غران أ يعني الذكر، غران بي الأنثى. الذكر سوف يعطي المشيج الذكري سي، الأنثى سوف تعطي المشيج الذكري بي. السي وبي سوف يلتقيان في ظاهرة الإخصاب وتكون البيضة. البيضة سوف تخضع لتحولات وتعطي كائن حي جديد. إذن هذه سوف تكون دورة نمو سمندل الماء. نمر إلى الجزء الثاني. تتميز دورة النمو عند سمندل الماء بتعاقب ظاهرتي الانقسام الاختزالي والإخصاب، وتمثل الوثيقة إثنان تطور كمية أدائن ومظهر الصبغيات بنواة الخلية منذ بداية تشكل البويضات انطلاقا من الخلية الأم إلى أول انقسام خلوي. خلال فترة التوالد يتموضع الذكر أمام الأنثى ب ويضع على أوراق النباتات المائية كيسا مملوءا بالحيوانات المنوية. تقوم الأنثى بامتصاص الكيس بواسطة فتحة عضوية التناسل التي ما تخصيب بويضاتها بالحيوانات المنوية الموجودة بالكيس، ولذلك فالإخصاب داخلي عند سمندل الماء ويتم بدون تسافد بين الجنسين. تضع الأنثى من 200 إلى 300 بيضة فوق أوراق النباتات أو فوق الأحجار. بعد مرور 15 إلى 20 يوم تعطي البيضات يرقات F لا يتعدى قد كل واحدة منها 1 سنتيمتر. تنمو كل يرقة لتعطي سمندل ماء بالغ A أو B بعد مرور 3 سنوات. إذن هنا بالنسبة لي هذا المنحنى، بالنسبة لي هذا لهذه الوثيقة، سوف نلاحظ كمية تغير كمية أدائن. في البداية كمية أدائن هي 4.4، وشكل الصبغيات كل صبغي يظهر أحادي يتكون فقط من صبيغي واحد. المرحلة S تهم التضاعف التدريجي لأدائن وبطبيعة الحال للصبغيات. المرحلة G2 هناك صبغيات مضاعفة وتضاعف كمية أدائن من 4.4 إلى 8.8 × 10^12 جرام. بعد هذه المرحلة سوف تدخل الخلية في انقسام الاختزالي، وهو انقسام أول M1 وانقسام ثاني M2. الانقسام الأول هو يهم انقسام انقسام حيث تعادل الانقسام الاختزالي فيه تكون من انقسامين، انقسام منصف وانقسام تعادلي. بعد ذلك سوف نلاحظ كمية الأدائن سوف ترتفع، بمعنى أن هناك التقاء المشيجين وتكون البيضة، ثم كمية الأدائن سوف تنخفض لأن البيضة سوف تدخل في أطوار الانقسام الغير مباشر. إذن قبل الإخصاب في الفترة الجائعة
تتميز نواة الخلية الأم للمشيز الأنثوي بكمية 4.14 من الأدئين وبوجود صبغيات بصبغي واحد على شكل أزواج. في فترة جي 2 تتميز نواة الخلية الأم للمشيج الأنثوي بكمية أدئين مضاعفة وبصبغيات بصبيغيين على شكل أزواج. بعد الفترة جي 2 تتعرض الخلية الأم للمشيج الأنثوي لانقسام، أول يختزل كمية أدئين إلى النصف ويختزل عدد الصبغيات من دوزين إلى أن. بعد ذلك يحدث انقسام ثاني يعطي أمشاج أنثوية بكمية أدئين تساوي 2.12 وبصبغيات منفردة بصبيغي واحد. خلال الإخصاب مضاعفت كمية أدئين بنواة كل مشيج حيث تصبح 4.4، وبعد التحام نواتين مشيجين تتشكل بيضة بكمية تساوي 8.8 بصبغيات بصبيغيين على شكل أزواج. بعد الإخصاب تتعرض البيضة لأول انقسام خلوي يعطي خليتين بكمية 4.4 أدئين وبصبغيات بصبغي واحد على شكل أزواج. يختصر الطور N على الأمشاج ويتم الإخصاب مباشرة بعد الانقسام الاختزالي. إذن الدورة الصبغية عند سمن الماء ثنائية الصيغة الصبغية كما سنلاحظها هنا. من البيضة يكون عندي ذكر ثنائي الصيغة الصبغية وأنثى ثنائية الصيغة الصبغية. المرحلة الوحيدة التي تعرف تكون هي أحادية صبغية هي ما يأتي بعد الانقسام الاختزالي تشكل الأمشاج. مباشرة بعد تشكل الأمشاج فتتكون البيضة. إذن هناك دورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية. من أجل دراسة كيفية انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون عند ذبابة الخل نقترح التزاوجات الآتية. التزاوج الأول بين ذكور من سلالة نقية ذات عيون حمراء وإناث من سلالة نقية ذات عيون بلون توت العليق. أعطى هذا التزاوج جينا أولا FA يتكون من ذكور ذات عيون بلون التوت العليق وإناث بعيون حمراء. التزاوج الثاني لاحظ معي أنني سجلت هنا ذكور بعيون حمراء وفي FA الإناث بعيون حمراء، ثم الإناث بعيون بلون التوت العليق وإناث FA وإناث من سلالة نقية بجسم رمادي يعني بلون الأبوين. إذن التزاوج الثاني ذكور من سلالة نقية بجسم أسود وعيون بلون توت العليق وإناث من سلالة نقية بجسم رمادي وعيون حمراء. أعطى جيل أول FA يتكون من أفراد كلها ذات جسم رمادي وعيون حمراء. إذن التزاوج الثاني بين ذكور من جيل الأول FA محصل عليها من التزاوج الثاني. أعطى التزاوج جيلا يتكون من 1000 ذبابة موزعة 564 185 189 62. إذن التزاوج الأول ماذا يبين لنا؟ التزاوج الأول، التزاوج الأول هو لا يحترم القانون الأول لمندل. لماذا؟ لأن تزاوج بين سلالتين نقيتين لكن أعطى الإناث والذكور، الإناث تختلف عن الذكور. إذن هناك سلالة جيل FA غير متجانس. إذا كان الجيل FA غير متجانس رغم أن الأبوين من سلالة نقية فهذا يعني استثناء للقانون الأول لمندل والصفة المدروسة مرتبطة بالجنس. بالنسبة للتزاوج الثاني، التزاوج الثاني فهو يعطينا فقط صفة ثانية التي ستبين لنا أنها أبوان من سلالتين نقيتين، وأعطى هذا التزاوج خلفا FA يتكون متجانس. إذن الصفة الثانية غير مرتبطة بالجنس. بالنسبة للتزاوج الثالث هنا ندخل إلى الهجونة الثنائية، والتزاوج بين
أفراد F1 الذي أعطى نسبا تتراوح ما بين 16 القسمة، يعني هنا 564 تساوي 9 على 16، 185 تساوي 3 على 16، 189 تساوي 3 على 16، 62 تساوي 1 على 16. بالتالي نستنتج مرة أخرى أن الموارثتين مستقلتين. إذن كما قلنا، فالتزاوج الأول تم بين أبوين مسلالتين نقيتين وأعطى جيلان F1 غير متجانس. إذن استثناء القانون الأول لمندل والمورثة المتحكمة في صفة لون العيون مرتبطة بالجنس. دي دكور F1 صفة الأم، إذن المورثة محمولة على الصبغة X. التزاوج الثاني ندرس صفتين وراثيتين، إذن يتعلق الأمر بهجونة ثنائية. F1 بعيون حمراء يشبه أحد الأبوين، إذن الحالي المسؤول عن العيون الحمراء سائد. R على الحالي المسؤول عن عيون بلون توت العليق. F1 بجسم رمادي يشبه أحد الأبوين، إذن الحالي المسؤول عن جسم الرمادي سائد غران جي، الحالي المسؤول عن جسم أسود بتي جي. F1 متجانس بالنسبة للون الجسم، إذن هذه الصفة غير مرتبطة بالجنس. التزاوج الثالث بين أفراد F1 للتزاوج الثاني أعطى خلفا يتكون من 564 تساوي 9 على 16، 189 تساوي 3 على 16، 185 تساوي 3 على 16، 62 على تساوي 1 على 16. إذن تحقق القانون الثالث لمندل والمورثة الثاني مستقلتان. السؤال المطلوب أن تفسير الصبغي للنتائج تأكل من التزاوجين الثاني والثالث، وسوف نستعمل بطبيعة الحال رموز غران جي و بتي جي غران ار و بتي تر. إذن بالنسبة للتزاوج الثاني، المظاهر الخارجية غران جي غران ار عند الأنثى، غران بتي جي بتي تر عند الذكر. الأنماط الوراثية grand G, grand G, grand X, grand R, grand X, grand R. ثم عند الذكر petit G, petit G, grand X, grand R. إذن الأنثى هنا سوف تعطي نوع واحد من الأمشاج grand G, grand X, R 100%، وبينما الذكر سوف يعطي نمطين من الأمشاج grand G, petit grand G, Y. Petit G, Y, petit G, Y, بنسبة 50%. شبكة التزاوج سوف تعطينا الذكور والإناث grand G, grand R, grand G, grand R. التزاوج الثالث هنا كل فرد من F1 سوف يعطي أربعة أنماط من الأمشاج. الأنثى سوف تعطي نمطين من الأمشاج أبوي غران جي إكس غران آر بتي جي إكس غران آر و غران جي إكس بتي تر بتي جي إكس بتي تر. الذكر سوف يعطي غران جي إكس غران آر بتي جي إكس غران آر غران جي إكس بتي تر بتي جي إيغريك. شبكة التزاوج نسبة كل ماشي جي ان كار ان كار ان كار واحدة رابعة واحدة رابعة. إذن شبكة التزاوج سوف تعطي النسب لواحد باللون الأصفر هنا 9 على 16، باللون الأزرق 3 على 16، باللون الفستقي 3 على 16، وباللون الأخضر 1 على 16. إذن هنا تطبيق القانون الثاني لمندل، وكل أب يعطي هجين يعطي أربعة أنماط من الأمشاج. النتائج النظرية المحصل عليها 1 على 16، 3 على 16، 3 على 16، 9 على 16. هذه النتائج النظرية هي تطابق النتائج التجريبية. إذن التفسير الصبغي المقترح صحيح.